بس الراحة يا فريد، ارفع راسك وتحمل مسؤوليتك. كما يقول قصيد، اللي ضربته يده ما يبكي، واذا بكى يخفض صوته. السلام عليكم. تروح الجزائر؟ نعم. الصحة السفيرية نظم فيها عصابة باش يقوم بالعملية الجديدة. يعطيه الصحة. العقوبة ليك، وعلاش لا؟ عندك محل، روجيس دو كوميرس، سيارة، شوية إرادة، وانت قفزت وقفزتنا معاك. فكرة مليحة، بصح ردي بالك يسمع بها سفيرية يحشك بلا ما تفيقي. ايه خلصت الراحة، غدوة يدخل وانا نص صياغة مازال ما بعتهاش، وعلى بالي يقول لي مونا كانت شاطرة عليك. حسب كيفاش ندير؟ فكرتني في قضية الصياغة. وعلاش ما تقوليلوش بلي سرقوها لك؟ وشنو؟ قبلي الفكرة وانا من بعد نتصرف. نقبل بصح بشرط. ما كان حتى شرط. 20 ليك و80 ليا. لا لا، 40 ليا ولا نخبرو. يا واحد الشيطانة، تكاش نهار تصبحي معلمة علينا. هي صحة، وقضية فم بلا سنان واش درتي فيها؟ ايه يا حسن فكرتني. لو كان نحكي لك. هاي احكي. على يدك 6 ملايين تليفون و50 مليون سلعة سفيرية. شنو؟ حسن كلاهم وانا خلصت 50 مليون نغرمهم له. منين؟ نبيع المكتب. مراد الو مراد، وين راه حسن؟ شوف اذا شفته قول له ما تقول له والو، ما تقول له، بقى على خير. خلاص بقى على خير. نخرب له 56 مليون. الو فريد. ايه انا وين راك؟ حسن وين راه؟ شوف اذا شفتوه جيبه لي. غدوة اخر اجل. اسنى ما تقطعش. لو كان ما نحرقلوش البيرو نتاعو مانيش سفيرية. راك رجعت. على سلامتك. سلامتك. وحشناك. واش راك؟ الحمد لله اللي رجعت يا خويا. البيرو هذا راه ولا معمر بالفيران. شنو؟ قرات فهم. سفيرية 56 مليون. ايه انا قلت لك تعمر بالفيران. بصح اني جبت لك قط. قرات. كيف هذا قط؟ فهمنا. خممنا انا ورابح. ايه نجمو نلعبو الغولة لحسن. بصح على شرط تمشي لنا في الخط. كيف هلوي؟ خلاص دوك نحكي لك كلش. مانا لي سجيك، ما تشيليش الحوايج، كاين كل خير هنا. جيبي لي موسيقى، قريت بلي لي بيبي يحبوها بزاف، وكاين حتى لي ترقدهم. عجوزتي مسكينة قالوا لي راهي غير تشيل الحوايج لي بيبي وتزيد، وحتى ليا مسكينة نهار اللي تعرف الحقيقة تهبل. سمحي لي، تليفون غالي وطولت عليك واقيلا. حدي الوقت والنهار اللي تحبي تجي راني نستناك في المطار. قال خير.
معول ولا واش تساهم فيها؟ ايه شريها واحد وراه دايرها في البيع وانا قلت شريها. راني خايف كيما يقولوا يا المزوق من برا كيفاش حالك من داخل. ايه مبروك يا ويشعر يا فريد صاحب الطوموبيل الحسن. جابوا لنا خبرك كل خالك ها توبية ولا واش هذا ما عندكم تقولوا؟ لا لا يزادوا قالوا. ايه انا نسمع. قولوا قالوا بلي الحاجه اللي تسرق جيبوها للبيرو ديالكم تخبوها وكي تبرد الحاله تبيعوها. هذا كذب عليك كذب عليك. قلت لك ما تديرش عليه هذا راجل مسحور يدير على اكله من السفاريه وحسن. كذب يا فريده انت مخليهم مسامح في المحل ديالك يديروا فيه واش يحبوا ونهار يهضروا الناس يكذبوا. انا اليوم نبيع الفله على كلش واللي صار يصير. اسمع اش بيك انت مهبول حبيت باصيني مع فله راك متحقق ها بيكاتشو انا اخوك قول له صحابو واش عملوا لجارتنا. كانوا مخدمين جارتنا يجيبوا لها حاجه المسروقين تعاود لهم البيع ونهار حبت يزيدوا لها في الصومه شريكتهم. شكون هذه؟ شكون هذيك؟ ميمونه ولا لامونه ولا ما على بالي. ولا عندها اسم واحد برك. خلينا منها كمل. شركتهم رفضت جارتنا حبت تشطار بعد صياغه المسروقه دات الدراهم وتخبات عند حبيبتها. جايحه يوفي سمانه جابوا خبرها. نزيد لك تعرف واش داروا فيها يا فريد؟ حرشوا عليها اصحابهم ضربوها وزادوا حلفوا فيها باش ما تبيعش لابوليس ولا يقوموا بها. وكانت عارفه بلي نتايا كنت معاهم خبرتنا. انا معاهم مهبول ولا واش؟ علاش ممكن تحل لهم يسامحوها؟ راهي قابلة تخدم معاهم. ما بيد نصيبوا لها حل ونسلكوها منهم مسكينة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. راني نحلم ولا واش؟ عينيك وميز بين حبيبك وعدوك يا فريد يا خويا. الله يبارك الله يبارك الصالة هايلة. الله يسلمك ويفرحك يا وليدي. هكذا ما نكري صالة ما نوسخ داري. صباح الخير يما. صباح الخير يا وجه الخير. نعرضك تشربي حاجة؟ تشربوا قهوة ونتكلموا. علاه تي دايما هكذا بصح على حساب ما سمعت انتي وراتيبة اراكم كل ام وبنتها. عاش اللي شاف راتيبة بصح معليش الحمد لله اللي هذا جيت باش نتعاونوا وندوا لها مفاجأة. هذه فكرة هايلة. الصالة لاباس بها بصح باش ندير فيها السابع يلزم لها تعديلات. السابع؟ ايه على بالي تحتاجها للعمال اللي هذا جيت باش نعرف الوينتاش. إيما اقعدي دوك نسربي لك قهوة. هاني قعدت. لأنك ما غاش فيريا لو كان فلا. ألو هذا أنت؟ رجعت. على يدك 100 مليون ولا سفيريا وصحابو يحرقوا المكتب. ما تخافش سمعت باللي سرقتوا السلعة وجبتوها للمكتب. عندي الناس شافوكم والبوليس هو يفريها. وشنو هبلت؟ انا كنت غايب وانت المسؤول. شكرا يا وليدي ليام راهي تجري والصغير كاين زاد لابد نكون وجدت روحي. الله يسلمك يا يما بصح راتيبة ما توجد والو. انا اللي نستكلف كل حاجه نقول لك وراني حيرانه ما عرفتش لا نشري حوايج زروقه ولا خوخي. شري الابيض. فهمت ما دارتش ليكوغرافي. يما لي جانا مرحبا به. الاولاني دايما هكذا والثاني. يما كملتي؟
مازال. قل لي على حساب الطبيب وقفه سهله ان شاء الله ولا سيزاريان؟ يما هذا بحث ماشي كلام. معلوم فهمني، لكن بعد الشر صعبه الحاله نديرو الفرح بعد شهر، وإذا كان جات نورمال نديروها في 7 أيام. صح يا تليفون، موالف كل دقيقة تصوني وتهبل فيا، ودرك في عود تصوني وتسلكني راك ساكت. شكري، وش بك غايت يا وليدي؟ حبيت نفهمك باللي رتيبة. على بالي على بالي بلي راتبة تخاف من العين، وباباها قال لي غلق على روحها في الدار. دوست معاها كي عرفت بلي ما حبتش تشوفك. لا لا يا وليدي، لازم نسعفوها، وزيد بالزيادة راني نتكلم معاها في التليفون كل يوم. راسها خشينة يا إما، حللتها باش تجي لعندك وتصارحك. يا وليدي راسها خشين معاك ومعايا، بصح دوك نشوفوها مع وليداتها. وزيد بالزيادة ماشي غير هي، نسيت عروسة عمك، ياك 9 شهور ما شفت عجوزتها، والنهار زادت الطفيله هذيك ولات كل ما تبكي. ما تخليهمش يرقدوا يرموها للعجوزه، ولات لهم عزيزه. والله يا يما غير حتى الخدمه بطلتها. مليح كي صغيرها يدخل لاكراش تخدم ودروك يزني نعرف. يما يا ربي كيفاش نقول لها يا ربي. خلاص خلاص يا وليدي، إذا كنت ما تقدرش أعطيني عنوان طبيبها. يما ما عندهاش طبيب وما راهيش. شكري، وش كاين؟ ما راحش نرجع مماني. لا لا يما تولي بالصحة. اسمحي لي يما الخدمة، ياك تفرحي بوليدك يخدم. تكلم تكلم. ألو نعم، راك في المكتب؟ راني جاي نروح الاجتماع. صح صح، اسمحي لي يما انا لازم نروح نخدم، غدوه نتكلم. اسمحي لي يما نسيت باش نقول لك، بعد الاجتماع نروح قبال القسنطينه وما نرجعش حتى الاسبوع القادم. روح بسلامه وليدي. بقى على خير يما. بقى على خير. سلامه سلامه. واش كاين؟ راتيبة غالقة على روحها في الدار. شكري يا رب من كلامي تكون حتى بنتي على بالها وسكتة. لازمني نعرف لازم نعرف. يفتح يا مساق. صباح الخير. هالو. ألو فلا، صباح الخير. صباح الخير فريد، وين راك وين راك؟ روح للدار دوك نلحقك. رجعت من بعد فهمك. صحة من بعد. صباح ربي وين راحت يما؟ نروح هاد المرة المعلم راح يطردني تاع الصح. فريد وش راني نسمع؟ وش راني نسمع فريد؟ هذا محبول هذا محبول. محبول برك يحصني. فريد كنت غايب. الحل نتاعي عطيت الوكالة عند النوتر باش يتصرف بها كما يحق. وشنو؟ علاش ما قلتليش؟ يا فلا سحرني سحرني. كيفاش هذا سحرك؟ هكذا قال لي بوتشو، قبل ما نعملوا الكوانت كان يجيب دايما واحد معاه، مانيش عارف يرمي واحد الحاجة زعما باش التجارة تمشي. والله غير هذه مليحة، كيعادوا دورك الرجال السحر. وش قعد؟ هذا العزام السحار البوندي قنا قلبه الكواغد على خطر اسم حسن مربوح. وانت امنتو مربوح عليه هو؟ مش عارف انا تمسخر بيا، قال لي روح نسقسوا النوتير. غير لحقت لقيت العقد واجد.
خداع خداع. أنا مش عارف وش صار. بديت العقد بلا ما نقرا. وعلاش نوتير ما قراش قدامك؟ هاكش كان نسمع فيه، كنت مقلق باش نخرج. وشنو مش كاين تاني؟ قبل ما نخرجوا من المكتب باش يروحوا عند النوتير، حسان شرى قرعة كازوز وقال لي نشربوا باش نحتفلوا بشركة جديدة اللي راح نأسوها. راني شافي. شرب كاس الأول، زد عاود الكاس الثاني، وحسن ما شربش. يعني حبي رقدك يدوخني باش يعمل بيا واش يحب. ودرك ودرك واش نعملو؟ خلاص شوف، حميدة عندها دراهم، إما لا تدبر راسها تسلك دين راجلها ولا والله ما تفرى. يما يما صح يا حسن، واش درت فينا؟ روح يا فريدة. لو كان نسير كيفاش تجري ليامات ويلحق هذاك النهار اللي انت تكون معايا وانا نطبع في لابوسات اللي فيها وليدنا ولا بنتنا. وليدنا يما ما تحبش البنات. انا نحب البنات، طفله حبيبتي يماها. وش بيك وباباها؟ ما تزعفش، شوف انا كيفاش نحب بابا. صح تحبيه اكثر مني، وان شاء الله تحبي وليدك اكثر منه باش يولي غير. بابا مسكين يهبل. قول لي كيفاش نسموه؟ نسميوه على اسم بابا. القران؟ لا لا، سليمان كيما بابا ماشي سليمان. صح يا سيدي، نسميوه مقران سليمان. بصح نعيطو له سليمان؟ لا لا، نعيطو له مقران سليمان. مقران صح، انت سميه مقران انا سليمان. شكون هذا تاني؟ الو انا عم يما. وش بك يما؟ وش بك؟ ايه راني جاي يما. وش بها راتبه؟ انت روحي للدار وانا نروح نشوف يما وش بها ومن بعد نلحقك. ياك راتبه. تشرب في الكازوز وانا بالغزال. اسمعي نقول لك حاجه، تبيعي سيختك ولا تسلفي الدراهم ولا تفرغي الكونت ديالك، انا ما على باليش بيك غير دين راجلك اللي تخلصيه. الا فريد جايح ما عندي ما ندلو. فريد جايح سي حسن ساجي. فهم يا الفهم. مالا نقول لك، تحبي ولا تكرهي رجلك خداع وسراق. فلا خافي ربي، خلي حسن يدخل يفهمنا اذا كان كلام فريد صح ولا 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 كذب. قوليها قوليها، فريد ولا كذاب؟ فريد نعرفه مليح. وعلاش حسن غريب عليا؟ ايه غريب. قولي لي تعرفي ماليه؟ نعرف اختو وتكلم على فيقي. فيقي مع روحك حميدة، مرات كلمت معك في التليفون، وين تعرفيها واش تكون؟ وين على بالك إذا كان حسن خلصها ولا يعرفها ولا؟ حبسي كلمة زيادة، تدخل يما نفت قشي ونخرج من الدار، فهمتي؟ هكذاك تروحي عند خد حسن، مليحة هادي مليح، ومن بعد عاودي قدميها لي يا أخي. يا ربي لو كان يما تشكريكش ما يصرى لها. شكري تلقني يا ربي. اسمح لي كذبت عليها، بصح لو كان عندي شويه كوراج نروح ونحكي لها كل شيء ونهرب واللي صار يصير.
إيما إيما لوليداتي إيما إيما واش دارت فيا فلا إيما حميدة بلا راكم يا فلا واش كاين بعد الشر واش صار واش بيك بنتي تكلمي تكلمي بنتي واش كاين دوزت مع فلا من قبيل هذا مكان خلعتيني ما تلوميش عليها يا بنتي هي ماذا بيها تكون كيما انتيا ايما قتلي قتلي حسن خداع وقتلي بلي فريد قالها حسن سرق سفيريه ولكم يرجعوا لهش درهم ويتقاتلوا يا بنت الشر وفريد بدل ما يديه النيف على نسيبه يوقف مع هذا شخشوخه ولا واش يقولوا له سفيريه ايما سفيريه ولا لحم الحلو اش دخلني فيها انايا وهو علاش يدخل روحه معاه معليش يا بنتي نوضي وخصلي روحك وانتهي بنفسك شويه ولا نقولك حاجه روحي تليفوني لحسن هو اللي يدبر عليك اش تعملي بصح ردي بالك ردي بالك تقولي له اش صرا بينك وبين اختك ما عندوش تليفوني يما على باليش لا قطعوه له ولا ما خلصوش ولا ما على باليش كاع واش وصل يا حسره التليفون ما عندوش باش يخلصو ويقولوا عليه السراق سرق إيما على بالي على بالي خلاص تليفوني للشركة اللي يتعامل معها ماشي خير يا أخي عندك نمرة تليفون يا طفلة نعرفه بصح إيما لو كان يسعف عليا أنت دوري وأنا نتكلم معاه هاي تسمي بسم الله بسم الله هيا بنتي هيا هو هذه الطفلة هذه راح تهبني هي واختها وهذا فريد يوقف مع الناس ويخلي نسيبه يا بنتي علاش حتكبريها لا 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 يما خلاص يما رتيبة رتيبة يا ربي استرني اه يا رتيبة السما قريب طاحت عليا كي شفتي ما تبكي فاقت ما حبسش قلبها قلبي انا اللي قريب حبس شفت ماشي مريضة تلعبها علاش تكرهيها علاش هي اللي ما تحبنيش خسارة عليك هي مسكينة تبكي وتقول لي كيفاش نروح ونخلي رتيبة وحدها مسكينة تروح وين مع أختي رجلها كره وحده وطلب منها تلحقوا مع الأولاد وكي تعرفيها شرطة عليه تدي إما معه شكري صح ولا راك تمسخر كلميها إما مسكينة حابة تروح مع بنتها للصين بصح خايفة ما تحضرش كي إما لا تطول على الأقل عام شكري راني نحلم ولا كيف فرحانه تهنيتي شكري تحب نروح نقولوا لها الحقيقه حاولت نقولها بصح كي خبرت اختي على كل شيء نصحتني نسكت خبرت اختك بهدلتني ايه قلت لها ووعدتني باللي اول فرصه تقول يما وتطلب منها تسامحنا هيا كلميها وقولي لها طريق سلام قول لها طريق سلام بارك حتى البي ينشريه لها فرحي يا رتيبة فرحي ديار ربي خالتي عايشة حميدة حسن وليدي مرحبا بيك واش راكم لاباس الحمد لله لا وسهلا بيك الحمد لله توحشتكم بزاف الله يسلمك طال غيابك يا وليدي لا لا درك خلاص راني معاكم الحمد لله مرحبا بيك درك اسمع انا ما نخرج من الدار ها لا وسهلا راك في دارك يا عزيز يا عايش يا اخي خالتي عايشه يا اخي حسن هذا واش هذا يما
يما اهلا بنتي انا رايحه طيب القهوه روحي بنتي طيبي لنا يا يما بيك صحه بنتي صحه صح حتى انا راسي راه داير في حاله جوز يا حسن جوز هادي انتي وش سحقي ينقول لك عباك شكون رجع شكون حسن وين راه راه في الدار وحميدة حميدة راهي مع خالتي عيشة مزيان لي صباح تلاقيه وش بيك لو كان يفيق ان شاء الله برك تكون لابسه الجبه عندي نص ساعه ما جست عليها لقيتها تحاول تعيط له في التليفون كانت لابسه الجبه تاعها تاع الحمل هذيك اللي خيطتها يا يما سرعه لو كان تجي معايا ماشي خير هكذا بالك انت يحشم منك لا لا وانا مش تخني خداعه انا خداعه انا الخداعه ولا انتوما اللي خدعتوا الراجل المسكين صار لو كانت سمعك حميده بصح الشافيه هي اللي خبراتك علاه حسبتيني عمية كيما حسن واش بيك راكي وحدك يا بنتي يما راني خايفه ملي وصل ملي وصل فيا ودرك راه في السطح راه متوحشك برك يا بنتي لا لا الغزره تاعو تقول استني دوك تشوفي اللي ماشي عاجبو الحال وحط راسو هو سي فريد ماشي حسن فهمتي حتى مسكينه اختك حشمت وقالت له يلا خرجنا صار روحي بنتي طيبي بقراجتي وحطي الحلوه بالطبع والشان وحطي راسك مع راس زوجك وتكلموا على المفيد يلا روحي روحي بنتي روحي يما لو كان يزعف بلي راني الرجال ماشي كيف كيف يا بنتي الرجال ماشي كيف كيف صح نهار اللي باباك قبل ما يسمع بيا اللي راني حامل راح وخلاني اما بابا تفلى الله يرحمه ويوسع عليه نهار اللي عرف لي ربي راح يرزقنا بمولود واش نقول لك كاش ولا لا معايا مسكين الله يرحمه يدي ماذا بيه في الماء ما نحطهاش انا خايفه غطس لي راسي في لاتاي لا لا توصل الزمان يا بنتي صح راجلك نحبه ونعزو بصح الا وصلت به الحاله لهذا الشيء نرميه من الدار برافو عليك بصح قولي لي ولو كان يقول لي كلمه قولي له زوج ولو كان يزكي صوغي عيطي تدخلي تسلكيني معلوم ما ندخلش بصح حتى تقدري له زعما تقدري له تعودتي ما نقدرلوش بصح نعيط للفله والراجلها حيا ليا كي يدخلوا بالخف نعيط للجيران يا لاله بصح يا بنتي بعد الشر الله لا يوصلنا لهذه الحاله شوفي يما نقول لك انا دوك نحن وجدت لاتاي انت رحتي بيه على بالك انت يحشم منك هذا كلام شباب شفتي يلا صحيت يا بنتي عزيزه تاعي هيا بشوية بنتي بشوية يا أخي سي بالقاسم يا أخي غير أنتي اللي تزكي لي باسمي الحقيقي وعلاش يزقولك سي؟ سي سفيرية شوفي كنا زوج توا أنا نحب سفيرية أنا نموت عليها وخويا الله يرحمه يحب المحمصة وباش يفرقوا بيناتنا أهلنا وأحبابنا وجيراننا يسقسيو كل واحد فينا واش يحب ياكل انا نقول نحب سفيريا يعرفوا بلي بالقسم واذا كان محمصة يعرفوا بلي بوعلا بصح نهار اللي كبرنا وفقنا رجعنا نتمسخروا بهم انا نقول نحب المحمصة وهو سفيريا نعرف زوج بنات توام متزوجين مع ولاد العموم وعايشين في عماره وحده كانوا يلعبوا بينا كيما يحبوا انت يا كاين اللي يلعب بك كنت صغيره
وما ضربونيش الحيوط، خلينا من الماضي. شوف سي بلقاسم، الراجل راه جاب لي الكواغط. نوصلك واعطيهم له. غدوه سعيد راه اليوم خدام، واذا شافكم معايا قولي له خويا واش فيها. اسمح لي، اللي يعرفوا خويا هو حسن. سجيه، غدوه اخوك يجيب لك دراهم ويرفد الكواغط اللي راهم يستناو فيهم، بداو يتقلقوا. صحة. ها هو انت يا سجية عفريتة من الكبار. انتو ما نساه، إذا دخلتوا ميدان لزافير ابقوا على خير يا رجال. لا تاي الحنوني، الشربة بصحة والهدوء. يما خدت كاسها وراحت لبيتها، هكذا باش راحت. احكي لي من نهار اللي غبت حتى اليوم. واش نحكي لك؟ ملي رحت وانا نجري طالع هابط بلا فايده، قاعد راني خسرتهم. معليش، الفايده كي رجعت بخير وعلى خير. الله يسلمك. وانت واش عملتي؟ والو، من الخدمه للدار. خساره لي اليوم دوزت مع فله. دوزتي مع فله؟ وعلاش ما قلتيليش؟ بو عليها، خلينا من كلامها. صحيتي. ها واش تحكي؟ توحشتك. راكي فرحانه؟ مالو؟ وانت؟ وشكون كيما انا؟ نروح نخلي وحده، نرجع نلقى وحده ونص يستناو فيا، شكون كيفي؟ نسى كاع لي سخصيتهم، قالوا لي كيسمعوا رجال، وحده يجيب لها خاتم، الاخرى سلسله، الاخرى غوميت، الاخرى يقول لها سكتينا. حسن. واش حسن؟ قلت لك لا لا معناه لا لا. حسن كي تزكي على بالك بالبيبي ينضر. حبيتيني نقول لك مبروك عليك ونتكلم معك بضرافه بعقالب؟ ايه كيما قالت لي وحشتني، لو كانت تقول لي كلمه نجاوبك ونرجع لك زوج. ولا ولا رجع لي زوج. رجع لي اربعه، رجع لي سته. حسن يا ستي، قلت لها قدر فيا واش حبيت، بصح يما ما لازمش تسمعي. حسن يماك. لازم نسيب حل، لازم نسيب حل.